استأنف البرلمان التونسي جلسة الحوار مع الحكومة بشأن الوضع الاجتماعي والأمني الذي تمر به البلاد ولمناقشة الحلول المقترحة لخلق فرص عمل ومحاربة البطالة. يأتي ذلك بعد أيام من اندلاع احتجاجات اجتماعية امتدت إلى 16 محافظة للمطالبة بالتنمية والتشغيل، تخللتها اشتباكات مع قوات الشرطة وأعمال سرقة لبعض الممتلكات العامة والخاصة. وشهدت جلسة الحوار أمس جدلا كبيرا لا سيما من طرف المعارضة التي طالبت بإقرار إجراءات عاجلة للعاطلين عن العمل.